قدامه أعظم ناس في الدنيا يترصوا، ومفيش في مصر اتنين من مشته ومقصه، رؤساء دول ونجوم وصحاب فيلل وقصور، قبل الحلاقة وبعد ينبهروا لو بصوا، مقنع مع الأطفال وهب لهم وقته، وأنا لو ما شفتش بعيني ما كنت صدقت. محمود لبيب اسمه ومهنته حلاق، والناس بتحلف بيه ومبهورة بحلاقته. زي حضرتك يا أستاذ محمود. الحمد لله. مرسي ان احنا يعني استضفتنا النهارده في صالونك الجميل ده. ده احنا عاوزين نذبح حاجه. ايوه لا هنذبح ان شاء الله. بس انت بقالك كام سنه في ميدان اسوان؟ من 82. من 82. بس انت اقدم من كده بكتير. لا انا بشتغل بقولك وانا عندي 12 سنه، يعني صرت في الابتدائيه اشتغلت. من الابتدائيه؟ اه. انت غاويها قوي كده. مش غاويه غصب عني، انا مش مزاجي. سقطت في الابتدائية، فابويا قاعد يأنبني ودب دب 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 دب، وانا قاعد اكش اكش اكش، هو قاعد على كنب وانا كنب. وفي الاخر قال لي لو ما انتبهتش من دراستك هشغلها. قلت له اشتغل. قال لي اشتغل ايه؟ قلت له ميكانيكي. ميكانيكي؟ اه. قال لي غور واحترمني من الاوضه. انا عجبتني ميكانيكي، بيطلعوا يدربوا عربيات وبتاع ومش عارف ايه، فقلت دي يعني حلوه. حلوه دي. ها. فخرجني من الأوضة، لقيت ست من والدتي قاعدة في الصالة، هي كانت ما شاء الله كده أهو، بس هي كانت قاعدة بتيجي تقعد في البيت تحكم الأربع أدوار بتوع البيت، رجالة وستات. مسيطرة؟ آه. فبتقول لي يا محمود هتعمل إيه؟ قلت لها أشتغل. قالت لي أشتغل إيه؟ قلت لها ميكانيكي. قالت لي ميكانيكي. كل يوم تيجي متشحم وتستحمى بالجاز وهدومك تتغسل بالجاز، عارف سودت لي الدنيا. فقلت لها يعني، قالت لي ليه ما تشتغلش مزايد؟ هي اللي قالت. قلت لها ما بحبش الحلاقه، لان انا بعمل اغنيه عند عم توفيق في بركه الرد ب 50 قرش انا وابويا واخواتي. كلهم؟ كلنا بنحلق بال 50 قرش ديت، فيعني قلت لها ما بحبش المزايدين ولا بحب الحلاقه، عشان انا ما بحبش شعري طويل، فكل يوم جمعه اروح اشيل شعر. كل يوم جمعه؟ اه. ده ابوك كان شكله شديد حبتين. ما هو كان يعني كان حرس الحدود. كان ايام اللي بيلبسوا الشينات وبيحبوا على وسطهم وبتاع. فطلعت مزيف. اشتغلت عند محل. لا ده هي قالت لي ليه ما اشتغلتش مزيف؟ قلت لها ما بحبش المزيف ولا لا. فهي الحكايه جت بقى ان انا بقيت مزيف، دي انا اللي مش عارفها. لكن قبل كده كنت في محل الشوارب. لا الشوارب دوت اول محل افتحه. ليك انت؟ اه ده بتاعي بقى هناك بقى. بس كان هناك ايجار مش زي هنا، انا خدت ده تمليك لاربع بيبان دول. نخش بقى نقعد في التكييف وتحكي لي بقى كل القصص. ماشي. يلا. استاذ محمود، انت قلت لي ان انت طلعت مزين رغم انفك. هي اللي شدتني. حصلت كده؟ حصلت. انا مع انا ايوه. بس لما ابتديت تتعلم كان ممكن تغير، زي ما 100 شاب بيغيروا 100 شغلانه. وما تقوليش ان انت مش موهوب، والا ما كانتش الناس المشاهير دي كلها تبقى عايزه تحلق عندك. لا وانا ما كنتش اعرف الكلام ده كله، يعني انا في الاول ما كنتش اعرف ده كله. مين علمك بقى؟ انا ما اعتبرش ان في حد معين علمني، انا كنت بقف اتفرج على كل واحد فيهم بيعمل ايه. في واحد بيعمل تدريجه كويسه انا ابقى مركز معاه، وواحد تاني ما بيعرفش يشتغل مع الشعر الطويل ابقى مركز معاه، مش عارف ليه. ما كانوش اجانب الكوافيرات والحلاقين المشهور؟ ما بعد كده ده في 48 ده جم الاجانب كلهم هنا في مصر، لان ايام الحرب العالميه جم هنا، فاحنا استفدنا منهم برضه، يعني اتعلمنا منهم شغل جديد. جم بموضات بقى جديده؟ يعني كانوا اليوغوسلاف والايطاليين واليونانيين، كل دول كانوا جم على مصر وفتحوا محلات كمان. يعني وانا اشتغلت بقى في بعض المحلات ديت، بس انا كنت بشتغل لسه صبي يعني، عارفه المساعد. بس دايما كنت رجالي ولا كنت احيانا حريمي واحيانا؟ حريمي ورجالي كنت بشتغل. انا اللي كنت بروح افتح المحل الصبح في الاول، ومره سبب ان انا سبت المحل بتاع 16 عبد القادر ثروت دوت،
ان انا رحت متاخر، صحابي ثلاثه اصحاب المحل ثلاثه لقيتهم واقفين على الباب والصناعيه واقفين على الباب وانا اللي بفتح يا خبر ابيض، وانت المفتاح معاك. رحت فاتح الباب ودخل. فجاه جمعه المهم صاحب المحل، ما هم ثلاثة أصحاب المحل، في واحد بقى كده أو كرش كده، هو ده راح ضربني بالقلم. إخس، أنا ما شفتش قدامي، أنا لقيت دماغي في بطنه وإيديا دي في الحتة دي. أنا أهو دخلت في كرشه، هو ده ما يطلق علينا، نطيت في كرشه. أه وشديته كده وبتاع، وفضلت أقطعه لي القميص والفانيلا وأنا عمال أضربه. طبعًا. وقمت من ساعتها هو ده. رحت اشتغلت عند واحد اسمه أبو لانين تاني. فواحد صناعي كان برضه عاوز بتاع الحريمي، عاوز اجيب له مشط بنطه من المحطه وانا جاي، فنسيت اجيبه. فبيزعق مين اللي انت نسيت تجيب له مشط البنطه؟ وبيزعق. رحت شايله حاطه في الحته اللي بيقعدوا فيها تحت السلم ورحت حاطه. بس ما شكلكش نرفوز خالص يا استاذ محمود. لا ده لا كنت عيل، انا كنت غلاوي. اه بس عشان يعني كده رفيع. طيب خلاص، ربنا كرمك وبقيت مشهور وفتحت شارع الشواربي الشهير ده. مين اشهر ناس كانوا بيجوا لك في صالون شارع الشواربي؟ كل مشاهير مصر كانت بتيجي يعني. ما يعني انا عشان اقعد بقول لك اسماء بقى، عماد حمدي واخوه كان ليه اخ سفير، كان كمال الشناوي. اقعد عد قولي مين اللي ما بيجيش. لا هو عندك البوم الصراحه يعني؟ لا الالبوم ده كمان ده حديث. ده يعني موجود اهي، الرئيس حسني مبارك وزكريا عزمي، بطرس غالي ده كان بره حبيبي، كان ماسك الامم المتحده. مظبوط. وسفرة دول هادي فهمي وحاتم سيف النصر، دول سفرة انا عارفاهم. وحيد حامد الله يرحمه، صور جوه. وعادل ادهم. لا دول صلاح قبيل، نور الشريف، وكاتب وداعا يا صديق العمر الله يرحمه نور الشريف. يعني كل الناس زي ما بيقولوا بالانجليزي كده هو از هو، كل الناس جم الصالون ده. ايه السر؟ انا يعني علاقتي بيهم كاصحاب مش كزباين. يعني الشخصيه اللي بتخليك تبقى عايز تروح ولا القصه الحلوه؟ لا الشخصيه في الاول، وبعدين الشخصيه بتديني ان انا اعمل القصه الحلوه. ومين اللي خلاك تبقى واعي كده ومثقف كده وانت بتقولي ان انت ما اتعلمتش كتير؟ ما اتعلمتش كتير. انا بقول لك في الابتدائيه انا سقطت. ايوه. طب ازاي انا قاعده معاك وانا حاسه ان انا قاعده مع حد واعي ومثقف وعارف وصحفيين امريكان وكل حاجه؟ انا بعد كده رحت السنتر ريال، خدت فرنساوي هناك شويه والمعهد البريطاني شويه. فرنساوي وانجليزي؟ اه يعني عارف، بقيت الملم. اه ليه عايز تتكلم يعني فرنساوي؟ يعني ساعات لما بتبقى قاعده في اجتماع واحنا معانا لينا زمايل بيتكلموا فرنساوي كويس، طب انا كنت يا دوبك ايه برضو بعرف اتمشى شويه فيه. عايز تبقى مواكب العصر او فاهم على الاقل اللي بيتقال. اشهر زباينك اللي كنت بتروح لهم الله يرحمه الرئيس السادات، ومعروف مرتبط اسمك باسمه، وبحلق لابنه جمال لحد دلوقتي. وبتحلق لجمال. من كل زباينك مين اقرب الناس؟ كلهم تقريبا يعني، في اللي ما بقاش يعني ما بقاش صاحبي، بس يعني مش صاحبك. يعني انا ثلاث ارباع زباين انا بحبهم وهم بيحبوني، في ربع ما اقدرش اقول ما حبوش انما ما ارتحلوش ما يبقاش صاحبي. ده بتحصل حاجه بتاعت ربنا. ما بقاش صاحبي انما احلق له واحلق له زي اي زبون، ما يأثرش عليا مع علاقتي بالدقة. بروفيشنال دي بقى، دي عمل، علاقة شغل. عمل. ما أعرفش عن وأنا جه مرة زبون لأني بحلق العيال الصغير. فبيقول لي ده وأنت دلوقتي مش عارف إيه وبتاع. قلت له ده زبون المستقبل. أنت خلاص حلقت وبقيت كبير يعني، ده اللي زبون المستقبل. المستقبل. آه. فبيفضل الولد عندي لحد ما بيكبر وبيجيب ولاده. طب عمرك حلقت او يعني قصيت شعر ستات؟ اه طبعا، كنت نجوى ابراهيم كنت بقص لها شعرها. بجد؟ اه كان دايما قصت شعرها جميله وقصيره جميله. والممثله كانت صاحبه حسين فهمي. انا لا، ميرفت امين. ميرفت امين القمر دي. ما كنت بقص لها ميرفت امين جميله، احلى واحده في الدنيا ميرفت امين. انا كنت بقص لها برضه ميرفت امين. على كورنيش النيل
وجنب حي الدقي والمهندسين بتقع منطقة العجوزة. لكن يا ترى مين اللي سماها العجوزة؟ في أواخر عهد الخديوي إسماعيل قرر يبني مقر إقامة جديد في الزمالك، ففكر إنه يحول مجرى النيل عشان المنظر يبقى عظيم. فجاب مئات العمال اللي كانوا لسه راجعين من حفر القناة وشغلهم في حفر مجرى جديد اللي سموه وقتها البحر الأعمى، وبنى الكوبري اللي أصبح فيما بعد كوبري الجلاء، وتغيرت المنطقة. محمد شريف باشا صبري رئيس الوزراء في عهد الخديوي إسماعيل كان عنده 30 فدان في المنطقة، وكان نفسه يبني فيها مسجد، لكن الموت منعه. فجت أرملته نازلي هانم وقررت إن هي تحقق حلم جوزها وتبني المسجد. كان عمرها في الوقت ده 90 سنة، وبدأ العمال اللي شغالين في بناء المسجد يسموه مسجد الست العجوز، اللي هو مسجد النيل حالياً على الكورنيش. وبعد فترة الحي كله بقى اسمه العجوزة، وفي حي العجوزة سكن فنانين ومشاهير كتير، أشهرهم وحش الشاشة فريد شوقي، والفنانة برلانتي عبد الحميد، وكمان كاتبنا الكبير نجيب محفوظ. طب أنا نفسي تفرجني أصول الصنع. دي العدة بتاعت دي بتاعت الحلاقين العادية خالص؟ يعني هو المفروض ان دي الحاجات اللي كل الحلاقين بيستعملوها، ولا لو حلاق على قده ما يستعملش كل الحاجات دي؟ لا ما يستعملش، لان ده دول من مقصات زي بعض اهو. ده مقص مشط كده من جوه. ده كده ده مقص بري شعر، يبري الشعرايه لما يبقى الايفكت ايه، لما يبقى عايز يطلع ايه. عاوز اخلي الشعرايه فيها تخانه. اوكي. فانا بعمل ازاي؟ اجيب في الشعرايه الجزء ده ببريه، يبقى عندي حاجات بتشفق اللي بعد منها. لا بس ده موهبة، يعني مش كل حد يعرف يعمل كده. ما دي بقى دي كمان ما هو مش أي حد يقبلها، لأن ما هياش كده، لازم في عمق معين باخد منه أو أقل أو أكتر. أما أنا عاوز أفرخها كويس عشان الشعرة عافية باخد منها اكتر. يعني الزبون اللي شعره ناعم يختلف من الزبون اللي شعره خشن، يختلف من الزبون اللي زي لا، وفي زبون شعر ناس ابن معافي يعني شعره عافيه، اما تيجي تقصيها تلاقي الشعره تقف. فهنا بروح بريها عشان اما اجي اسرحها تروح شبكه في اللي بتاعها. لو هي اتخنتها مش هترفض تركب فوق منها، هتبقى عامله قطع. أستاذ محمود، أنت قلت لي إن كل الفنانين المشاهير كانوا زباينك كلهم. طيب أنا لقيت صورة عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ كمان والشلة مين كانوا أصحابه وبيقول لك إزاي؟ كل الشلة، وكنا بنروح نسهر هنا وكنا نلعب عند كوتشينة، وكان الأول ساكنين هنا في عمارة السعوديين، وبعدين لما نقل قدام جنينة الأسماك. أيوه. وأحمد رمزي. كل ما فيش حد. عمر الشريف. وعمر ما كل دول ما فيش حد ما دخلش جوه الشارع. انا حساك كمان انسان منظم جدا. يعني وانا ببص في البوم الصور لقيتهم معمولين من اول الرئيس الرؤساء الاول، وبعدين السفراء والخارجيه، وبعدين الفنانين، وبند المخرجين، وبند المنتجين. قلت ده راجل منظم جدا. انا اوضتي انا اللي بوضبها. عندي الدولاب بتاعي 6 غرف، يعني 6 غرف كبار. ما شاء الله. يعني وفوق فيها الحاجات اللي بحط فيها حاجات زياده. انا اللي بعملهم كل فتره. ما تسيبش حد يلمس. خالص. انا ببقى عارف كل جاكيته محطوطه فين. الحاجه الثانيه اللي لفتت انتباهي، كل الصنايعيه اللي عندك في المحل كبار. كلهم متربيين في المحل. اللي قاعد على الخزنه ده كان ابوه بيشتغل عندي، ممكن ليهم صور كنت باخدهم عندي في البيت وبنقعد نعمل في البيت. يبقى في جو اسري وفي انت بيحبوك، والا كانوا لو كنت فضا غليظ القلب. لا لا لا، انا ما اعرفهاش دي، ماليش فيها. مالكش فيها خالص. حتى لو حد حسيت انه عمل حاجه غلط ما شوفوش. ولادك ما فيش حد حب يتعلم الصنعة؟ لا هو للأسف. هم كبار دلوقتي؟ لا ده 16 سنة، ما هم حمزة وعبد الرحمن دول. حمزة وعبد الرحمن صغيرين، بس عندك شباب، عندك ولاد كبار. عندي يوسف كبير وعندي محمود كبير. يعني يوسف هو مصور سينمائي. مظبوط، يوسف لبيب. أنا مصور. لكن ما حدش حب يبقى زيك مسيو محمود فنان.
هو بقى برضه بالنسبة له هو مبسوط بشغله مبسوط بيه، فدي أهم حاجة طبعا. يعني أنا لو أنا قلت له تعالى أعلمك الحلاقة وهو مش فيها مش بيحبها يبقى زي قلتها. عمري ما فرضت على حد من ولادي حاجة يعملها، هو بشوفه هو اللي عاوز يعمل إيه. أنا سعدت جدا والله باللقاء ده يا مسيو محمود، يعني حاجة جميلة جدا. ربنا يخليك. الله يخليك. إحنا متعودين دايما في البرنامج لما بنقابل ناس بيكون معانا زميلنا فنان بيرسم بورتريه وبنديه للشخص اللي شفته إحنا بنقابله. شفته لقطه؟ لا ما عشان ما تفتكرنا بيه. الله اتفضل. موضوع كبير الحلاقة، وكل راس قصر، ده كل واحد وذوقه تليق عليه قصر، وكله على حسب الزبون، تقصير جناب، تحديد دقون، اللي يقول اللون ده غير، وفي اللي لسه بيفكر.